هوندا موتورز المعروفة بدراجاتها النارية وسياراتها ماطت اللثام عن الطائرة الجديدة اليوم الخميس 23 من أبريل نيسان، فيما يعكس رغبة صريحة في خوض مغامرة سوق الطائرات. الطائرة من المرجح أن تكلف ما يقرب من 4.5 مليون دولار. هوندا قالت إن الطائرة الجديدة تتمتع بمحرك أكثر هدوءاً وستكون قادرة على تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود بنسبة 20% من خلال النماذج المنافسة والتكاليف التشغيلية بأقل من الثلثين. الشركة اليابانية أشارت إلى أن النموذج الأول سيبدأ قريباً جولة حول العالم تضم 13 بلداً.